نسبة طاقة الاستيعاب في معناتها الأسرة الإنعاش اللي بلغت في عديد من المستشفيات 100%. عندنا برشا في لا ساتوراسيون نجم نذكر بالخاص ولاية تونس بالضبط على ولاية تونس مثلا في المرسى في المونجي سليم عندنا القسم الإنعاش معناتها الأسر معناتها فيهم 100% أوكيوباسيون معناتها تو دوكيوباسيون ولاو بلغت 100%. حبيب ثامر كيف في الرابطة كيف وصلنا ل 100%. هذه نحكي على قديمة على القسم الانعاش. بالنسبة للأسرة اللي يستحقوا الأكسجين ما وصلناش الحقيقة ما يقارب 60-50% معناتها نسبة حسب الدكتور طارق بن نصر أسرة الإنعاش اليوم في السبيطارات وفي سبيطارات تونس المونجي سليم لحبيب ثامر والرابطة وصلت للطاقة القصوى أسرة الأكسجين في طاقة ما بين 50-60% من الاستغلال. لا لا اي مالا شنو ما عليش هكاك بريسكومون سودانمون نسمو ما عليك كلنا عرفت كلمة 80 بعد قالوا له أسرة الإنعاش ما عادش شغل ما عادش بالحق جاتنا كيما كل فاجعة هكا صحيح بالحق خاطر التونسي يتمين راه عارف كي ما تحكيلوش يتمين جوستومون نعرف ريتو هكا مظاهراتكم ومحمد خامسكم والدنيا وين وصلتوا سوسه والاحزاب الكل تلمت في بعضها والاكتظاظ ولعبت فوق بعضها وين وصلنا خويا ملي كنا في بالنا برويحنا جاونا به بدينا نسلكوه هكا الكل كانت بريفو راه من بعد ما صاروا المظاهرات هذوكم الكل والمسيرات هذوكم الكل كانت بريفو انه باش نستنوا فيها دونك ولا والوضع يبدو انه اخطر برشا على خطر الدكتوره سميره مرعي اللي كانت سابقا وزيره الصحه حكيت زاد البارح في قناه نسمه وقالت انه الوضع الوبائي نجم يوصلنا ل 10,000 حاله في اواخر شهر افريل وباش تكون الذروه في التزامن مع شهر رمضان. حكيت زاد على السلاله الجديده اللي قالت راه تنجم تمرض بها اليوم وانت تشم وتذوق والخطر راهو اكبر برشا هذا اللي حكيته البارح هنايا في برنامج 90 دقيقه مع خلود مبروك. وقالت زايدة انه من بين مظاهر خطورة الطفرة هذه انها راهي تستهدف الشباب والاطفال كما انها تتسلل للجسد دون اعراض السابقة المتعرف عليها كما فقدان حاستي الشم والتذوق. وحكيت زايدة شنو هي الحلول البارح في قناة نسمة اللي نجموا نتبعوها نسمعوا الدكتورة سميرة مرعي. حاجة نقول له الساعة راهي علاش المرة هذه احنا متخوفين برشا من الموجة على خاطر عنا السلالة البريطانية وعلاش قلنا المرة الأخرى راهو كيفاش نرفع الحجر الصحي الإجباري وانت عندك السلالة البريطانية في فرنسا وفي إيطاليا وفي أوروبا ما تجيش معناها هذاك علاش ترجع الحجر الصحي الإجباري وفي المعابر الحدودية يلزمك تعمل برشا راهو لي تيست رابيد ماهمش غاليين تعمل لي تيست رابيد باللي بالنسبة للي جايين. الحاجة الثانية معناها هذيا راهو باش يكون التجمعات بالنسبة لتوا يلزم تقفل اليوم قبل غدوة اليوم قبل غدوة وقت اللي عندك سلالة بريطانية تدور وافيك 70% قوة الانتشار متاعها وعندك معناها اليوم ديجا ساتوري في جمعة في أسبوع ريانيماسيون ولات مع هذه هي الاقتراحات اللي قدمتهم دكتورة سميرة مرعي الحجر الصحي الإجباري وقف التجمعات واستعمال التيست رابيد للناس اللي جاية من برا لوجيك التيست رابيد اللي في فرنسا 10 مخرين باش يوليو يتبيعوا في لي فارماسي بقرابة 10 يورو هذا اللي كامل تيست رابيد دونك نتصور هذا وحنا عندنا من مودة موجودين راهم لي تيست رابيد اي وين من مودة وين نقول لك ملي بديت راه الحكومة في حوار وقتها ومن بعد ما نعرفوش فين موجودين في السبيطارات وموجودين عندهم هاني قلت لكم انا عندهم مدة عندهم مدة دونك بربي يحافظوا على رويحكم أما ما فهمش تو أنا قالوا قاعدة نتبع في الأخبار بشوي وقاعدة نستوعب من الأول قالوا راهي الموجة هذه الفيروس هذه راهي حاجة واحدة تختلف على الأولانية إنها معناها أسرع في الانتشار الحاجة الوحيدة قالوا إنها أسرع في الانتشار لا هما من الاول قالوا راهي الحاجه الوحيده ان اسرع في الانتشار لا جبدوا صغار لا قالوا تضرب الشباب لا قالوا تضرب الصغار لا قالوا فهموها من بعد صح ومازالوا في مرحله الاكتشاف الوقت كيما ما نعرفش تذكروا عمني الوقت اللي بدا فيروس كورونا وقت قالوا لنا ما تمشيوش للسبيطارات واللي عنده اي حاجه يبقى في الدار من بعد قالوا لنا لا امشيوا للسبيطار بعد قالوا راهو معناه تحس فشله وسخانه ومن بعد طلعت التذوق اكتشاف اكتشاف الوقت معناه بمرور الوقت يولي ما نجموش يعرفوا شنو هي بالضبط من الاول راهو سي نورمال اي حاجه معناتها نكتشفوها بالكدي ومن بعد نخدموها بعد نفهموا برشا حاجات كيما كي قالوا
قالوا لنا راهو ما فماش الجمعة التالي ولا هي 10 ايام التالي. خرج وزير الصحة في الجورنال دو فانتور الاخبار نتاع الثمانية، قرروا بعاد نحن على الموجة الثالثة من بعد بالجمعة توا تخلص، ما اقل من جمعة، اقل من جمعة، يلا نكملوا بها الحكاية هذه. الاستراتيجيات اللي مش باش نطبقوها معناها سريعا نجم تكلفنا برشا، على خاطر البارح الخبير في الاحصائيات معز الهمامي كان حاضر في برنامج 50-50 على قناة كرتاج بلوس مع معز بن غربية، وقال انه باش نجموا نمنعوا معناها الصيف، لازم نعديوا شهر رمضان في حجر صحي شامل، واذا نتاخروا جمعتين باش ناخذوا الاستراتيجية المناسبة نجموا نخسروا 4000 روح بشرية. يا رسول الله، يا رسول الله. هاي بعطينا اخبار اخر نبدلوا بالجو، نمشيو للاخبار الاخرى. بوغانجا الله يهديك بالتفاصيل، بوغانجا بالتفاصيل لابسه 7000 بافيت وباقي تبدا تبتبت على حكايتها، لابسه معمل بافيت اقسم بالله. احنا تو نحكيو البارح كنا حكينا على المسلسلات التونسيه، حكينا خلينا نحكيو مع المسلسلات، هما باش يقعدوا في الدار باش يقعدوا في الدار، خلينا نعطيو مسلسلات وين فانا قنوات كيفاه انا واحسن واحد، شكون المسلسل اللي فيه اكثر اكسيون، الممثلين اللي يحبوهم ويمشي يلقاوهم، يزيني من الكورونا. انا باش نحكي لك شويه على الجينيريك نتاع المسلسلات. البارح في تونس حكينا على الجينيريك نتاع المسلسلات التونسيه وشكون باش يغنيهم. نحكيو تو على العالم العربي، كارول سماحه اعلنت انه من هاري تيلي كملت سجلت اغنيه اللي خاني اللي باش تكون تيتر نتاع مسلسل ضد الكسر، ضد الكسر اللي باش يكون من بطوله نيلي كريم باش يتفرجوا فيها رمضان السنه. فما زيد مالا نيلي كريم السنه الاخرانيه تعفي ادوار ترعب. وفي انتظار معناها انه سنه خطر التصاور اللي خرجوا معناها حاجه ظاهره مشوقه على الاخر المسلسل. نحكيو زيد على اصاله، اصاله اللي باش تغني اصاله عن نفسي اصاله اللي باش تغني سنه ثلاثه اغنيات نتاع مسلسلات باش يكونوا بنت السلطان، حرب اهليه وقصر النيل، وحكيت على مسلسل رابع لكن يبدو انه ما زالت ما امضتش معناها باش تعلن عليهم. زيد نعيطوا لفي تونس برك على عليه وليد ما شاء الله في المسلسلات، حق قداش الفنانين يتنافسوا على المسلسلات بالطبيعه، ما لاش نو خاطر الاغنيات نتاعهم تولي معناها ماشيه اكثر تسمع كل يوم. محمد مشي زاد نحكيو بعد مشيشي بعد اصلا نحكيو على سمعت هكا مشيشي حتى انا سمعت مشيشي مشيشي عنده مسلسل اخر مع القصر نحكيو على مسلسل عربي اصيل الكفوري وائل صغير وبلسان وذاك لسان فما تربيه اخرى باش نتخذها معك تفضل. وائل الكفوري باش يغني اغنيه مسلسل داون تاون، وهي لهنا اول مره وائل الكفوري باش يغني جينيريك نتاع مسلسل، اول مره في حياته، اول مره في حياته باش يغني جينيريك نتاع مسلسل، وحكى حتى المسلسلات وحكاوا انه التيتر هذايا راهو باش ينجم يكون في الصيف من اقوى معناها الاغنيات اللي تسمعوا. نحكيو على احمد شيبه الفنان الشعبي المصري باش يغني تيتر نتاع مسلسل نسل الاغراب لامير كرارة بعد ما غني له قبل في فيلم حرب كرموز. ونختموا بشيرين عبد الوهاب اللي باش تغني لمسلسل لحم غزال اللي باش يكون من بطوله غاده عبد الرزاق. وين هذا في المسلسل وين يتعدى؟ غدوه تجيب لي هذوما ريتم العناوين هذوما الكل، غدوه تقول لنا سيبهم 100 مره في ورق، سيبهم 100 مره وتقول لي غدوه وين باش يتعدى، وعلى خاطر فما اسماء كبيره نتاع ممثلين وحتى مخرجين، دونك فما ناس راهي تبع وتستمتع معناها بالمسلسلات العربيه معناها عربيه لبنانيه مصريه تونسيه ولا تونسيه. شكرا كملت بابا؟ كملت عشوائي. وش بين حتى في تونس عنا راهو مسلسلات باهين على الاخر. بالطبيعه عنا مسلسلات وحكينا عليهم هما الاولانيين، احنا ما جيناش توا قلنا حكينا على المسلسلات الكل بخاتيك ما. صحيح. فوالا لحداش. الى العربي ثم الى الانترناشونال. شكرا لك. لوا دو بروكسيميتي. ماهوش باش يشوفها بالكل، دونك لحداش باش نمشي شوفوا الاخبار، نرجعوا نكملوا معاكم في المدام وجهه حتى نص النهار.